تاني المطبات الصعبة، وكان ظرف المباراتين فرق بينهم 10 أيام فقط. كابتن حسن، لو هقول لحضرتك أنهي مرحلة أصعب، بداية أن أنت خسران سوبر أفريقي بعدها مجموعة من التعثرات المحلية وزي ما أنا قلت خسارة 12 نقطة، ولا فكرة أنك بتقابل بيراميدز شبه نهائي كاس يعني وذهاب وعودة؟ البداية أنك تخسر سوبر الأفريقي وبعدين تخسر مباراتين في بداية الموسم، ده يعني أندية لما بتصاب بالهزيمتين دول في بداية الموسم وخسرت بطولة كمان، يعني مسألة يعني بتجر هزايم تانية. الأهلي مش كده، الأهلي مش رابط الأهلي بتقييم الكورة واللعيبة والجهاز، أجهزة كتيرة واللعيبة كتيرة وإدارات كتيرة الأهلي في تاريخه كله، وإلا ما كانش خد العدد ده من البطولات. يعني منظومة، أنا يعني عصرت بالقراية حاجات مهمة جدا في تاريخ النادي الأهلي، مجلس الإدارة، مين اللي عمل النادي الأهلي، مجلس الإدارة بيتكلم إزاي، عضو في النادي الأهلي في الجنينة سنة 1912 أو 15 صوته علي، بس صوته علي في جنينة أكبره مجلس إدارة النادي الأهلي على أنه يستخيل. دي منظومة عمرها 100 وكذا سنة في الإدارة، في الكورة، في الرياضة، هي اللي أنتجت وأفرزت كل هذا العدد من البطولات. يعني طب النهاردة لما يجي نتكلم على الأهلي اللي واخد الدوري رقم 44، هنقول طب هو واخد كام بطولة أفريقية؟ طب واخد كام كاس مصر؟ طب واخد كام بطولة قارية؟ هي مش دي كلها أرقام بتقول إن هذا النادي على مدى تاريخه عنده منظومة إدارية ورياضية بتحقق نجاحات كبيرة جدا. أنا مش هتكلم على بطولات النادي الأهلي في اللعبات التانية، لأن إحنا دايما بنركز إن الكرة هي أهم حاجة في النادي الأهلي. طبعا الكرة أهم حاجة، إنما في بطولات كتيرة جدا بتعملها فرق كتيرة وأبطال ألعاب فردية على مدى تاريخ النادي الأهلي، حاجات مهمة جدا. لكن إجابتي على سؤالك طبعا عشان ما روحش بعيد، البداية كانت صعبة جدا، لكن مش ممكن أبدا لو فريق ما عندوش قوة، ما عندوش جمهور، ما عندوش هذا الظهير اللي بيديله معنويات وقوة في مباريات، ربما ما كانش قادر يتجاوز الهزيمة. في فرق كبيرة بتخسر ماتشين ثلاثة تبتدي تشيل مدرب وتحط مدرب وتمشي إدارة وتحط إدارة وهكذا. الأهلي مش كده، الأهلي عبارة عن منظومة بجد ناجحة. أنا رأيي إنها لازم تبقى أنجح من كده كمان، ورأيي إن هو يعني بقول عليه من زمان مانشستر يونايتد بتاع الشرق الأوسط بإمكانياته وقدراته وشعبيته وجماهيره. فيعني طبعا دوري السنة دي دوري مهم جدا، الاشتباك في كذا بطولة، الروتيشن اللي كنا شايفين الكولر بيعمله بشكل جيد قوي،